ولسه بنكمل معاكم حلقتنا النهارده في نهارك سعيد. اخويا بس اعتذر عن الفهم الخطا للمشروع اللي هنتكلم عنه دلوقتي. انا كنت فاكره اننا كنا بنتكلم على استرداد الاموال، فانا كنت فاكره ان احنا كمان هنتكلم للمفارقه الكوميديه على السيدات المتعثرات اللي بيتسجنوا عيني علشان كان بيقلب 500 جنيه و600 جنيه وارقام مضحكه كده. بس احنا هنتكلم عن موضوع لا يقل اهميه، بالعكس موضوع مهم جدا له علاقه بالاسر المتعففه اللي قلت لكم في اول الحلقه، في اول حلقه عليه يعني ايه اسر متعففه. نعرف تفاصيل اكتر عنها ونعرف كمان على نتعرف كمان على مشروع من المشاريع اللي هم بيعملوها في هيئه الغاثه الاسلاميه. خلونا نرحب بضيفتنا استاذه رشا خليفه، هي منسقه مشروع كفاله الاسر المتعففه. نهارك سعيد. نهارك سعيد. رشا منورانا. وخليني بس ابتدي الاول نشرح تاني، يمكن احنا عملنا حلقه قبل كده عن الاغاثه الاسلاميه وعن المشروع كمان كذا مشروع اتكلمنا عنه، بس عايزه اعرف تاني تعريف الاسر المتعففه. بصي، هو احنا المشروع بيكفل 150 أسرة، 90 أسرة في العياط و60 أسرة في حلوان. الأسر ديت بيكفلهم من حيث بيقدم لهم خدمات الغذاء، بيوفر لهم حصة غذائية كل شهر، بيوفر لهم رعاية صحية، بيوفر لهم كمان خدمات تعليمية، وده يمكن اللي احنا النهاردة عايزين نتكلم فيه في مبادرة ذاكر معانا. أيوة. بيقدم لهم كمان يعني بنية أساسية كريمة لبيتهم، يعني الاحتياجات بتاعة البيت من الأجهزة الكهربائية، من الأساس، من أي حاجة من الحاجات دي بنبتدي نوفرها لهم. ده غير أن احنا كمان قبل نهاية المشروع بنكون موفر لهم تدريب على إزاي يعملوا مشروع، وبنديلهم دعم صغير كده، مبلغ بسيط، بحيث أن هم يقدروا يبتدوا مشاريع صغيرة. المشاريع دي تكفل لهم دخل بعد كده، بحيث أن احنا بعد نهاية المشروع ما يبقوش هم محتاجين لأي تدخل خالص. ودي اللي بنسميها التنمية المستدامة في الحالة دي، أو أنه هم بعد ما أنتوا تمشوا أو بعد ما المشروع يخلص ما يبقاش حياتهم وقفت. بالضبط، حياتهم معتمدين عليكم. هم دلوقتي في الوقت الحالي معتمدين علينا، أو مش برضك هم مش معتمدين علينا بشكل كلي. يعني أنت النهاردة لما يكون الدخل بتاعك مثلا 10 جنيه تمام، وبتصرفي منهم 5 جنيه على الأكل و2 جنيه على اللبس مثلا، طبعا دي أرقام يعني بس هو فعليا عايزة أعتقد إحنا عندنا توزيع الدخل حتى في الأسر الفقيرة غريب. يعني بعتقد إن الأسر بتصرف على الموبايلات مثلا، تمام، لو عملت الدراسه هتلاقيها اكتر وهي اسر من فقيره. بالظبط، هتبقى بتصرف اكتر من المفروض تصرفه على حاجه زي التعليم. ما اعرفش، بس انا برتجل، بس قصدي ان هم بيصرفوا ما احنا بقى ايه، انت دلوقتي مثلا انا جبت وفرت لك مثلا كرتونه، فالكرتونه ديت انت المفروض ان هي تكفيكي لمده شهر مثلا، فانت كده وفرتي ال5 جنيه اللي انت بتدفعيها في الاكل، فال5 جنيه اللي انت بتدفعيها في الاكل ديت ممكن تعملي بيها حاجات تانية، سواء اسر عليها ديون تسددها، اسر عليها اقساط زياده تدفعها، اسر محتاجة انها تكون عندها اوريدي مثلا عاملة مشروع صغير ومحتاجة شوية دعم زيادة، فيبقى عندها يعني حاجة تسند، يعني نوايا تسند الزير زي ما بيقولوا. بالظبط كده. بالتوفيق طبعا في المشروع، وده الفكرة العامة. بس كمان عايز اتكلم على تفاصيل المشروع جوه الانشطه اللي انتوا بتعملوها. بصي، هو دوت ما يعتبرش مشروع، هو يعتبر نشاط. نشاط. أوكي. احنا بنقدم خدمات من ضمنها خدمه التعليم. فده نشاط احنا اخترعناه كده، جه وليد اللحظه يعني زي ما بيقولوا. هو ما كانش مدرج في الخطه بتاعتنا، ولا كان مدرج في البروبوزل الاساسي او التعريف الاساسي للمشروع بتاع كفالات الاسر. احنا كنا مخصصين جزء للتعليم، كان الجزء بتاع التعليم دوت بيهتم بالاطفال اللي هم متسربين من التعليم، نعمل معهم محاولات ان احنا نرجعهم المدرسة علشان مثلا الاسرة مش قادرة تتحمل التكاليف او ما شابه، فاحنا نحاول نتحمل ده. طيب. او الاسر اللي هي بتعاني من الامية، فنحاول نفتح فصول لمحو الامية. ما كانش عندنا حكاية ان احنا نعمل مشروع ذاكر معانا، او ان احنا ندي دروس خصوصية. ده المشروع اللي نتكلم فيه النهاردة. ده بقى يعني ده حاجة بقى نتكلم فيها النهاردة باستفادة. يعني ايه بقى؟ بصي، هي احنا ابتدينا من فترة كده، كانت مشكلة عند احدى الامهات ان هي عايزة حد يذاكر مع بنتها، خاصة ان بنتها ديت عندها مشكلة، يعني هي عندها اعاقة ما، لكن هي وصلت لحد اولى اعدادي، فطبعا المدرسين ما بيقعدوش معاها وقت كفاية وحاجات كده. فاحنا قلنا طيب، ما طالما ديت مشكلة ام واحدة، فده معناها انها تبقى ممكن تكون مشكلة امهات عدد كتير، عدد من الامهات. وبعدين الدروس الخصوصية حاجة اساسية كلنا مدركينها يعني، وعارفين ان المدرس بيخش جوه الفصل ما بيدرسش كويس، وما بيهتمش بالفصل، وما بيهتمش
مش بالطلبة بشكل عام. ناهيكي لو حد فعلا عنده احتياج خاص او اعاقة ما بتعيقه عن ان هو يبقى طالب باللي بيفركوا دول فده مهمل خالص يعني. يعني بيتركن على الرف وما فيش اي اهتمام بيه. فاحنا من هنا ابتدينا نعمل ايه؟ قلنا طيب خلاص خلينا نحل المشكلة دي. طلعنا على اذاعة نجوم اف ام في برنامج على القهوة، ده برنامج شبابي بيهتم مينلي بالشباب يعني. فطلعنا هناك وقلنا لهم ان احنا عندنا 82 طالب في مراحل التعليم من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه اعدادي، وعايزين ناس تيجي تساعدهم في مشروع ذاكر معانا وييجوا يذاكروا معاهم مره واحده بس في الاسبوع، بحيث ان احنا نذاكر لهم المواد الاساسيه اللي هي يعني فيها صعوبه زي الرياضيات والانجليزي والعربي. فدولت الثلاث مواد اللي احنا بنعمله. احنا عندنا المركز بتاعنا هو مركز لرعايه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، ده مشروع تاني. ففي عندنا مقر، المقر دوت فيه غرف، الغرف ديت بنستخدمها للجلسات. تمام. فاحنا ابتدينا ده في حلوان بالظبط كده. فاحنا ابتدينا نستغل الغرف ديت كعملناها فصول وعملنا مرحلتين من الساعه 10 الصبح للساعه 1 يكون ديت مرحله الفتره لمرحله الابتدائي، ومن الساعه 1 للساعه 4 ديت مرحله الاعدادي. طيب بس وكل اسبوع بيجي لنا شباب ايام السبت. السبت الطلبه مش عندها دراسه سبت؟ لا، المدارس كلها الحكومه دلوقتي بتاخد جمعه وسبت اجازه. خلاص ده بعيد شويه عن المدارس، انا فاكره لسه الجمعه بس اجازه عندنا. دايما الواحد لما بيخلص الدراسه بيحس ان هو بعد عن الدنيا. بعد جدا. بس فاحنا اخترنا يوم السبت علشان يكون يوم متناسب مع المتطوعين، سواء لو كانوا بيشتغلوا او طلبه او اي مكان، ومناسب كمان للطلبة، ويكون في النهار علشان ما نبقاش بالليل متأخرين بردك نبقى قلقانين يعني. خاصة ان معظم المتطوعين اللي بيقولنا مش شرط انهم يكونوا من حلوان على فكرة. يعني عدد المتطوعين اللي قلنا يعني احنا من نجوم اف ام جالنا 280 متطوع. أوكي. يعني عندنا قاعدة بيانات ب 280 متطوع في مختلف المجالات. تمام. فهما بيجوا من اماكن مختلفة، فاحنا بنوفر لهم وسيلة مواصلات بتستناهم في ميدان الجيزة مثلا، وتجيبهم من ميدان الجيزه لحد يعني نقطه تجمع في ميدان الجيزه، تجيبهم لحد حلوان وترجعهم تاني للميدان في اخر اليوم. المشروع ده بقاله قد ايه كده؟ دلوقتي شهر اهو، دلوقتي احنا بادئين بقالنا شهر ولحد الموسم الدراسي ده يعني. والحقيقة الولاد مبسوطين جدا، خاصة ان احنا يعني بصي في حاجتين احنا بنستخدمهم وكانوا مفيدين جدا لينا للمتطوعين، حتى الناس اللي هي ما هياش عارفة المناهج او مش عارفة حاجة. ممكن لقينا كل المناهج بتاعت كل المراحل التعليمية موجودة على الموقع بتاع وزارة التربية والتعليم، وديت كانت حاجة طبعا مفيدة جدا. بس يعني معلش مع احترامي الشديد، يعني فرحتي لما نبقى عاملين مناهج تعليمية على المواقع بتاعت الانترنت واحنا بنتكلم في ناس تحت خط الفقر مش بالضرورة اصلا يبقى عندهم اكسس سهل وسريع للانترنت ده مش عشان الطلبة يعني. لا ده مش عشان الطلبة، انا بتكلم علشان المتطوعين. يعني يفهم. الناس المتطوعين اللي هم جايين هيجوا مثلا يدرس بكرة عربي فهيحضر المادة بتاعته. لا انا مدركة ان ده مفيد لمشروع زيك، بس انا بتكلم على فكرة عمل المنهج على الانترنت اصلا لازم ابقى عارف كمان لو بعمل ده عشان الطلبة مش بالضروره الطلبه اللي في الاماكن الفقيره يقدروا يوصلوا، يعني لازم يبقى قصدي وزاره التربيه والتعليم عندها بدائل اخرى تتماشى اكتر مع الفقراء ومع مستوى الفقر اللي احنا بنعيشه يعني. لا هو انا الحقيقه ديت حاجه عجبتني جدا علشان احنا استفدنا منها كناس علشان خاطر المشروع، لان احنا كانت مشكله اساسيه عندنا المناهج. طبعا. مشكله تانيه عندنا كانت بتواجهنا هي ماده الرياضيات. احنا استخدمنا مادة الرياضيات علشان محتاجة حد فاهم قوي في الرياضيات بالذات عشان يقدر يشرحها. تمام. ومش دايما يعني مش بسهولة ان انت تلاقي مدرس للرياضيات والمدرس دوت علشان خاطر يقدر ان هو يعمل يجي يدرس متطوع بدون مقابل من غير ما ياخد، ده حاجة مش ابدا سهل طبعا انك انت تلاقيها يعني. فلقينا بديل بردك عن طريق الانترنت اللي هو school.com.eg. school ده موقع عالمي. تمام. كل دولة بتاخد زي partition جوه الموقع ده وتبتدي ترفع المناهج بتاعتها بطريقة اللي هي self study، اللي هو يعني ممكن الطالب يقعد على الكمبيوتر يذاكر مع نفسه. تمام. خطوات كده. فديت فادتنا جدا، كمان الولاد بيبقوا مبسوطين قوي من الحكاية دي، المتطوعين والطلبة. يعني المتطوعين طبعا بالنسبة لهم ديت حاجة هايلة جدا، لأن كل اللي مطلوب منه بس إن هو يتفرج على البروجرام قبلها بيوم ويجي بقى الصبح يعرض الحاجات بتاعتهم.
تمام. الحاجة التانية بعد كده بقى الشباب الأطفال أما بيخش قاعة ويلاقي القاعة بتاعته قاعة ومقفولة وداتا شو معانا صور دلوقتي وكمبيوتر. بتتعرض. ده أولى ابتدائي، ده الفصل بتاع أولى ابتدائي، أكبر فصل عندنا وأشقى فصل كمان. أوكي. طب حسنا أطفال لو مش أشقاب وروزالة بصراحة. صح. لازم طفل شقي يعني، ما الطفل لو ما بقاش شقي دلوقتي يبقى شقي إمتى؟ أيوه يعني عايزة أقول لك إن دي بتكون أسعد أوقات إحنا بنقضيها يعني هناك. هنا دوت زي ما بحكي لك إن في داتا شو معروضة والولاد قاعدين جوه الفصل والفصل مقفول وفي شاشة عرض قدامهم، فده بيعمل نوع من أنواع الجذب يعني وإبهار واللي هو قاعد مستني من السبت للسبت. دولت المتطوعين بقى وهم قاعدين عمالين يحاولوا ان هم يرسموا رسومات علشان خاطر يبتدوا يعرضوها على الولاد، وعاملين ركن للهدايا وقهوه ذاكر معانا يعني، عاملين جو لطيف. الولاد نفسهم حتى اكتر حاجه بسطاهم ان هو بيذاكروا وبيعملوا حاجه مهمه قوي، لكن هم بيعملوها في جو لطيف ودمه خفيف ومش محتاج ان انت تعقدي الدنيا مش المدرس اللي داخل بالخرزانه ورافع حواجبه يعني لا لا خالص يعني. هنا بقى وهم اخر اليوم واحنا كلنا بقى مع بعض بنتصور بره على الباب، قد ايه الولاد بيبقوا مبسوطين خالص يعني. عايزه اقول لك ان هم فعلا بيستنوا من السبت للسبت يعني. طب ايه ممكن عايزه اسال في تحديد في المرحله العمريه الاعدادي البنات، هل في مشكله انه البنات يعني انا يعني عامه بيبقى او بنسمع انه فكره ان البنات تروح المدارس او تتعلم في بعض الاماكن خاصه لو كانت شديده الفقر بيبقى فيه صعوبه، فلكن لو بتروح المدارس والجمعه والسبت عاده الاهل بيحبوا يستخدموا الجمعه والسبت للبنات يعني ان هم يساعدوهم في تنظيف البيت ان كان يعني. تمام. هل في سهوله ولا بتحتاجوا تعملوا مجهود، بتحتاجوا تعملوا زيارات للاسر انه يبعتوا بناتهم تحديدا اللي في مرحله اعدادي؟ يعني يمكن الاطفال مفهوم او سهل. لا بصي، هو احنا عندنا في ترابط ما بيننا وما بين الاسر اللي احنا بنتعامل معاهم يعني. احنا الاسر بتاعتنا احنا علاقتنا بيهم مش علاقه اسر انت بتدي لهم خدمات وخلاص، بقى في علاقه حميميه بتجمع ما بيننا وما بين بعض، فاحنا كلنا تحسي كاننا احنا اسره واحده بس كبيره شويه. مفهوم، لان انتوا بقالكم فتره بتشتغلوا في نفس المنطقه كمان، فعامل عندكم ارضيه للعلاقه بينكم وبينهم. ايوه. فبالنسبه لنا حكايه ان هم ييجوا بالنسبه لنا ما فيهاش مشكله خالص، ده غير ان هم يعني في استفادات تانية يعني. احنا دلوقتي اليوم احنا لقينا ان الاطفال هتخش تحضر الفصول بتاعتهم بتاعت ذاكر معانا، الامهات هيقعدوا بره في الريسبشن ما بيعملوش حاجه، فعملنا ايه؟ فتحنا فصل لمحو الاميه. تمام. فبقى الولاد بيدرسوا هنا في الفصل بتاعهم والامهات بيدرسوا في محو الاميه. طب الامهات اللي اوريدي متعلمين دول بقى نعمل ايه؟ نقعد معاهم في ريسبشن تاني ونقعد كده نعمل زي جلسات توعيه بشكل مبسط ودمه خفيف، اللي هو احنا نقعد نشوف ايه المشاكل اللي بتواجهها، توعية صحية بقى، اي مكان، الغذاء، الاكل، النظافة الشخصية، الاهتمام بالاطفال، ازاي ان احنا ناخد بالنا من حياتنا، المشاريع لو هم مثلا بيفكروا يعملوا مشاريع صغيرة. ما دي فترة دي فترة احنا قاعدين ما بنعملش حاجة، ما هي نستغلها صح يا هنقعد نتكلم بقى، مش هنعمل حاجة، هنقعد نتكلم مع بعض. تمام. بالظبط كده. فبدل ما ننم بقى، لا احنا نقعد بقى مع بعض ونقعد بقى نتكلم ونتناقش في مواضيع مهمه، والحاجات ديت تساعدنا كلنا. في صعوبات بتواجهكم وانتم بتنفذوا النشاط ذاكر معانا؟ بصي، هو الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتواجهنا بالدرجه الكبيره يعني، بس يمكن احنا اللي بيواجهنا هو الاحتياجات بس للاطفال يعني. مثلا كان في مشكلة أساسية هي الكتاب الخارجي يعني، الولاد بيبقوا محتاجين كتب خارجية علشان يذاكروا أكتر. الكتب الداخلية سخيفة برضو وصعبة بالضبط كده. الكتب الخارجية كانت مشكلتها أنها غالية جدا يعني. أنا فوجئت أن كتاب الرياضيات مثلا وصل 30 جنيه، فده مبلغ كبير جدا. فاحنا بنحاول دلوقتي يعني ان احنا نعمل كامبين. احنا المشروع كله كامبين على
كامبين على ان احنا نجمع اكبر عدد من الكتب الخارجيه للاطفال يعني، بحيث ان احنا لو اي حد ممكن حب ان هو يشارك معانا في المشروع ممكن يجيب كتب خارجيه للمراحل العمريه. انا هعمل كامبين مضاد ليكم، هعمل كامبين ان احنا ازاي نخلي كتب المدرسه زي كتب الخارجيه، لانه اكتشفنا مؤخرا ان هم اللي بيعملوا كتب الخارجيه هم اللي بيعملوا كتب المدرسه. فارجوكم راعوا ربنا في الشعب بقى شويه وعملوا لنا كتب المدرسه تبقى سهله ومش صعبه. رشا انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده.